اهلا وسهلا بيكم على قناه طبيب اطفال. معاكم الدكتور محمد دسوقي، اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده. هكلمكم النهارده ان شاء الله عن التصرف الصحيح مع الاسهال عند الاطفال. خليكم معانا. الاسهال احد الاعراض اللي بتيجي كتير جدا للاطفال لاسباب كتيره جدا هيطول شرحها. في الفيديو ده هقول لك تعملي ايه بالظبط لو ابنك او بنتك جالهم اسهال. لو الطفل جاله اسهال، ده معناه ان الجهاز الهضمي بيتخلص من كل حاجة جواه بما فيها السوائل والمعادن المهمة في الجسم، وبيبقى خطورة الاسهال هنا ان الطفل ممكن يجيله جفاف، والجفاف حاجة قاتلة للاطفال. علشان كده لما الطفل يجيله اسهال ما تطلعيش تجري على المطهرات المعوية ويبقى كل هدفك ان انت توقفي الاسهال. المهم لو الطفل جاله اسهال ان احنا نعوض السوائل والعناصر المهمة اللي الطفل بيفقدها في الاسهال علشان الطفل ما يجيلوش جفاف. يبقى لو الطفل جاله اسهال، اهم حاجة ان احنا نعوض السوائل والعناصر المهمة اللي الطفل بيفقدها لحد الاسهال ما يقف. طيب هنعمل ده ازاي؟ هنعمله عن طريق 3 حاجات. اول حاجة محلول الجفاف اللي بيتاخد بالفم. محلول الجفاف فيه منه انواع كتيرة جدا. هنروح الصيدلية نقول له عاوزين محلول الجفاف من اي نوع. هندوب الكيس على 200 سنتي مية. 200 سنتي يعني مج الشاي الكبير اللي هو زي ده. مج الشاي ده تقريبا 200 سنتي. هندوب كيس محلول الجفاف فيه ونسيبه في التلاجة 10 دقايق يبرد شوية، لان طعم المحلول لما بيبرد بيبقى احسن شوية والطفل بيرضى ياخده. وبعدين نبتدي ندى الطفل محلول الجفاف بالمعلقة بمعدل من 50 ل 100 سنتي بعد كل مرة اسهال. يعني لو الطفل عمل اسهال دلوقتي نديله مثلا 50 سنتي، عمل اسهال تاني ياخد 50 سنتي كمان، وهكذا. بس نحرص واحنا بندي محلول الجفاف ما نديش ورا بعض ورا بعض علشان الطفل ما يرجعش. هندي معلقة ونستنى دقيقتين ثلاثة، ندي معلقة كمان، وهكذا. يبقى احنا بنعوض السوائل بس بالراحة علشان ما نضغطش على الطفل والطفل يرجع. يبقى دي الحاجة الاولانية المهمة جدا هي محلول الجفاف. محلول الجفاف ميزته انه بيعوض السوائل كمية، وكمان بيعوض العناصر المهمة زي الصوديوم وزي البوتاسيوم وزي الكالسيوم وزي اي عناصر الطفل بياخدها. فيبقى كده احنا بنعوض السوائل وبنعوض العناصر المهمة. دي اول حاجة. الحاجة التانية الاكل والشرب بتاع الطفل. لازم نركز على انه يبقى فيه سوائل كتير وعلى انه يبقى سهل الهضم. وافضل الحاجات هنا اللي نديها هي الشربات او الحاجات المسلوقة. واحسن الشربات هنا هي شوربة الرز، شوربة البطاطس، شوربة لسان العصفور، وشوربة الخضار. الاربع شربات دول كويسين جدا لان محتواهم الغذائي عالي، وكمان هيبقى فيهم سوائل او مية كويس، وكمان هيبقى فيهم عناصر مهمة جدا زي الصوديوم وزي البوتاسيوم وزي الكالسيوم وبقية العناصر اللي الطفل ممكن يكون بيفقدها. يبقى هنا انا اديت حاجة مغذية وفي نفس الوقت عوضت السوائل والعناصر الغذائية، وكمان الشربات بيبقى هضمها سهل جدا في الجهاز الهضمي. واثناء الاسهال غالبا الجهاز الهضمي بيبقى تعبان، فمحتاج حاجة تكون سهلة في الهضم والامتصاص. يبقى دي الحاجة التانية. الحاجة التالتة اللي بنستخدمها هي بعض الأدوية اللي ممكن تقلل من حدة الإسهال شوية. لكن هنا لازم نكلم دكتور الأطفال أو لازم نروح لدكتور الأطفال علشان يحدد إيه الدواء الأنسب بالنسبة لعمر الطفل. في بعض أطفال بنحتاج إن احنا نديهم مطهر معوي، أطفال تانيين بنحتاج إن احنا ندي حاجة تقلل المية اللي بيفقدها في البراز، وفي بعض أطفال اللي حالتهم بتبقى شديدة في الإسهال، أو الأطفال اللي مصاحب للإسهال ترجيع جامد أو ترجيع ما بيقفش ومش عارفين نعوض لهم السوائل، أو الأطفال اللي حصل لهم جفاف، دول بنضطر إن احنا نحجزهم في المستشفى علشان ياخدوا سوائل بالوريد علشان نعالج الجفاف اللي موجود. طيب إيه هي العلامات اللي تقولي إن الطفل ده بدأ يدخل في جفاف ولازم أجري جري على الدكتور أو على المستشفى؟ لو الطفل بقى ملهوف على المية، يعني بيطلب مية وسوائل كتير، دي من علامات الجفاف. لو الطفل ريقه ناشف، لو الطفل عينه بدأت تدخل لجوه، لو الجلد بتاعه ابتدى يبقى ناشف ماهوش لين أو مفيش فيه الليونة الطبيعية بتاعة الجلد، أو كمية البول اللي الطفل بيعملها ابتدت تبقى قليلة عن الطبيعي. آخر حاجة من أعراض الجفاف، بس ده بيحصل في الحالات الشديدة، ان درجة وعي الطفل
تبتدي تتدهور، الطفل يبقى مدروخ او مش فايق او مش عارف يصلب راسه كويس، بس ده بيحصل في الحالات الشديدة. في حالة ان حضرتك لاحظتي وجود اي حاجة من اعراض الجفاف، في الحالة دي لازم تروحي لأقرب دكتور أطفال أو أقرب مستشفى ليكي، لأن هنا لازم نتدخل بسرعة مع الطفل ده. لكن لو الطفل بيعاني من إسهال والموضوع بسيط أو متوسط، مفيش معاه أي من علامات الجفاف، يبقى هنعمل الثلاث حاجات اللي قلناهم. أول حاجة محلول الجفاف، وده أهم حاجة علشان نعوض السوائل. تاني حاجة الأكل اللي هنديه للطفل يبقى فيه سوائل كتير زي ما قلت. الحاجة الثالثة لازم نستشير دكتور الأطفال علشان يوصف العلاج المناسب للإسهال اللي موجود عند الطفل على حسب شدة الحالة وعلى حسب عمر الطفل وعلى حسب نوع الإسهال اللي موجود. الحاجة الأخيرة اللي عاوز أقولها، لو الإسهال موجود معاه ترجيع، في الحالة دي مش هنعرف نعوض السوائل بالفم ولا بمحلول الجفاف ولا بالشربات، لأن الطفل في الحالة دي كل اللي بنديهوله بيرجعه. وفي الحالة دي لازم برضو نرجع لدكتور الأطفال علشان يوصف علاج مناسب نوقف بيه الترجيع الأول علشان نعرف ندي للطفل سوائل. لو الدكتور كتب علاج للترجيع والترجيع وقف وهنعرف ندي سوائل في البيت، يبقى الطفل بيكمل علاجه في البيت. لكن لو الترجيع ما وقفش ومحناش عارفين نعوض سوائل بالفم والطفل عنده إسهال ما بيقفش، في الحالة دي الطفل لازم يتحجز في المستشفى، يعلق بحليل بالوريد علشان يعوض السوائل اللي بيفقدها لحد الترجيع ما يقف ونقدر نعوض بالفم، وساعتها الطفل يقدر يخرج من المستشفى. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول، واشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، وانتوا بخير وسلام وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.